ادخل في شويه فنيات واحنا بنتفرج على ضربات الترجيح بقى. لازم اقول سر من اسرار المشاهده واحنا قاعدين بنتفرج احنا الثلاثه. الاهلي جاب الاولانيه، الزمالك جاب الاولانيه، الاهلي جاب الثانيه، الزمالك جاب الثانيه. الكابتن حبيب بسيوني هنا قرر انه يخرج عن صمته وراح بص لنا كده كلنا، صح يا كابتن اسامه؟ صحيح. وقال لنا لو الاهلي ضيع دي التالتة. لا، لو الزمالك جاب لو الزمالك جاب الثانيه الاهلي ضيع الثالثه. راح الزمالك جاب الثانيه وراح دخل يحيى عطية الله ضيع الثالثه. فرحنا كلنا بصينا كابتن باسيل قلنا له ما تقولنا بقى الماتش هيخلص كام. شفت ازاي اللقطه دي يا كابتن اسامه؟ لا انا يعني طبعا صعبه الا بقى هو لو مكشوف عنه الحاجه. لا وكمان لا كمان يا كابتن خلي بالك ملك ضربات جزاء. ايوه كمان يا كابتن ما فيهاش لجلجه. انا قلت يقين قالها وهو مش بيقول لك ثقه يعني. لما جت الثانيه للاهلي قال هيجيبها، بس الزمالك لو جاب دي الاهلي هيضيع الثالثه يعني، بيقولها يعني زي ما يكون متاكد. ايوه مش بيتوقع ده، هو بيقول لنا معلومه كده على الماشي. سبحان الله. فدخل يحيى عطيه الله ولم يوفق. مش يومه النهارده يحيى، مش يحيى بس، ما هي دي بقى النقطة اللي أنا بقولها. يلا. إن حالة اللاعبين يوم المباراة. أنا هستثني رامي ربيعة والشناوي، لأن الشناوي يعني صد تسديدة كويسة وشالها من قدام ناصر كان هيتابعها، أو ناصر ماهر. ناصر ماهر هيتابعها من تصويبة زيزو، وضربات الجزاء فيها شيء من التوفيق إنه يقدر يصد أو لأ. ما تقدرش تقول يعني، ما مش هقيم قوي الشناوي النهاردة. دي لقطة الغلط بتاعت يحيى عطية الله. طبعا الكعب اللي حاول يعمله ضغط عمر فرج، وصلت عمر جابر، عرضيه يسجلها نصر. طبعا هو طبعا يحيى عطية الله لعيب دولي ولعيب كبير، وعمل الماتشين اللي فاتوا كويس جدا مع النادي الاهلي، ومش مشكله انه يغلط، ده وارد في كره القدم. لكن في المناطق دي، في الماتشات اللي زي دي، ما جاذبش بكره بكعب رجلي كده واتنين ضاغطين عليا. نصيب بقى ان خبطت في عمر جابر وكمل بيها وعملها كويس قوي عرضيه. وناصر منسي اتحرك تحرك واعي جدا. الاول اول ما استلم عمر جابر راح ورا ياسر عشان ما يشوفوش تحت عينيه. يعني بقى بين ياسر ورامي. ولما عمر ابتدى يلعب خطف قدام ياسر وحطها. مظبوط. فهو كان نقطة تحول وربنا وفقه في أول لمسة تقريبا جابها جون. لكن بترفض رغم كده تحميل يحيى بس لا المسؤولية. لا 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 ليه؟ مش مين المسؤول بقى؟ المسؤولية الأكبر. ما هو أنا ما أقدرش أقول مسؤولية، أقول لك ليه؟ لأن المسؤولية هتبقى على اللاعبين أكتر. ليه على اللاعبين أكتر؟ لأن اللاعبين دولت كسبانين السنة اللي فاتت كويس قوي. خدوا راحة. النهار الماتشين اللي فاتوا بتوع الجرماي عملوهم كويس جدا وكسبوا بكل بساطه 3-3. وفي استقرار في الفرقه. عشان كده احنا قبل المباراه كنا بنقول التوقع اكتر الأهل. للاهلي. لكن حالتهم بقى النهارده هي دي المفاجاه. لما يكون تقريبا رامي ربيعه بس اللي حالته جيده في وسط 10 لعيبه وخمس تغييرات تقريبا يعني. انا ما يعني طبعا اكيد في ناس احسن شويه ناس اقل، لكن بدايه انت هتقول هاني طبعا ظروفه اصابه في الاول وبتاعه ما كملش. محمد هاني مش في حاله جيده، ما كانش في حاله جيده بس اتصاب يعني ما اقدرش اقول. عمر كمال لما نزل متلخبط. يعني عصبي ومتلخبط، رغم ان عمر كمال من احسن الصفقات اللي لنا في المواسم في الموسم اللي فات. ياسر مش في الحاله قوي. يحيى عطيه الله ما قدمش الدور الهجومي ولا قدم الدور الدفاعي يعني. كان مش باين. نيجي بقى اخطر خط نقطه، خط الوسط، باعتبار ان ده الخط اللي بيميز الاهلي عن الزمالك. هي دي بقى نقطه في تحليل الكل، دي بقى النقطه الكبيره قوي. في احداث المباراه. مروان عطيه واكرم توفيق وامام عاشور، شويه اكرم بيقاوح وبيخبط وبيجري. لكن امام النهارده ومروان بره المباراه خالص. مع ان مستر جوميز لاعب بعبد الله السعيد وناصر ماهر ودونجا يعني الاثنين تمانيات زي ما زي ما حميد قال. دونجا بس على الثلاثه دولت وكميات الجري عندهم والاحتكاكات، انا قلت نص ملعب الاهلي هيبقى بملكه. مش عشان حاجه، عبد الله لعيب كبير طبعا وناصر لعيب كبير، ولكن اختلاف الخصائص كبير ده والقوه البدنيه طبعا. ما عبد الله موضوع طبعا السن طبعا. انه يلعب مركز 8 او 6 يعني. ما بين الاثنين، لان دونجا لان ناصر اكتر لقدام.
فانا قلت السيطره هتبقى تماما لكن للاسف النهارده الحاله الفنيه طوال ال 90 دقيقه على فكره مفهوم. حتى الشوط الاولاني يعني تقدر تقول ايه 50-50 وان كانت السيطره شويه اكتر للزمالك بس يعني الامور ماشيه برضو الاهلي مش مسيطر على نص الملعب كرات كتيره بتتقطع مظبوط مفيش التحامات كتيره كميات الجري قليله فنص الملعب ما كانش في الحاله الجيده.